موجودين اليوم بكلية الطب بالمنستير. الحقيقة وين انطلقت لكل بيداغوجيك؟ أكثر تفاصيل حبينا ناخذها مع الدكتور نضال بالحاسلم، شيف سيرفيس الطب الشرعي بالمنستير ونائب عميد كلية الطب بالمنستير. دكتور أهلا وسهلا. مرحبا بكم ويعطيكم الصحة على التغطية الإعلامية متاعكم، والحقيقة عودتنا إذاعة دونك حياة فهم على كل ما هو يعني مواكبة للمنظومات الصحية وكل ما هو متعلق بالصحة. مرحبا بكم في كلية الطب. عايشك. خلينا ناخذ بصفة عامة، سي كوي كول دو بيداغوجي في كلية الطب المنستير؟ هي الحقيقة من العادات اللي تتميز بها كلية الطب المنستير هو ملتقى سنوي نقوم به بتكوين البيداغوجي للأساتذة، يعني اللي يكونوا الأطباء، ولكن نفتحوا حتى المكونين في أطباء الأسنان في الصيدلة، واللي يشملوا الأطباء من أربع كليات الطب، يعني تونس وسوسة وصفاقس والمنستير وكلية طب الأسنان وكلية الصيدلة، واللي لقيوا فيها يعني على مدى ثلاثة أيام تكوين الأطباء في تكوين فما تطبيق ونظري في التقنيات البيداغوجية للتعليم، خاصة اللي احنا معناتها في كلية الطب نركز برشا على الجانب التطبيقي في التكوين. اليوم نحكيه على دوتر بيداغوجي دوتر أبروش، نحكيه مثلا اليوم في اليوم الثاني لأبروش بيداغوجيك انكلوزيف سا كونسيست أكوا ريالمون دكتور؟ السنة حاولنا نختاروا نحاولوا ننوعوا في التكوين البيداغوجي ونشوفوا تقنيات جديدة. علاش البيداغوجي انكلوزيف؟ هو فيه كل ما هو مشاكل نتاع الإدماج. احنا نحكيوا على البيداغوجي انكلوزيف الإدماج خاصة عند التلاميذ اللي يشكيوا من صعوبات في التعلم، لكن راهي موجودة حتى في كل ما هو الطلبة نتاعنا، خاصة احنا كلية الطب تضم يعني عدد كبير من الطلبة الأجانب، واللي هما ينجم يكونوا معناتها في مشاكل نتاع التعلم، خاصة مشاكل اللغة، مشاكل الادماج. وراه حتى في كليه الطب ناخذوا الاطباء نتاعنا اللي هما ناجحين ب 17 ب 18 في البكالوريا، لكن نجموا نلقاو معاهم اشكاليات في الادماج نتاعهم في طريقه التعلم اللي هي تختلف شويه على طريقه التعلم في المستوى الثانوي. Ça demande beaucoup d'intelligence, ça demande aussi beaucoup de communication entre l'enseignant et entre l'étudiant. Vu il y a برشا وقت, vu c'est délicat, c'est sensible, ou c'est un savoir-faire اكثر منه une phase d'apprentissage بين قوسين. Tout à fait. هو ديجا التكوين على مستوى الطبي ولا في الصحه في مجال الصحه في العاده يخرج شويه على الملتقى يعني النظري، فيه برشا savoir-faire يعني التكوين التطبيقي، وخاصه مشكله كبيره كوميونيكاسيون اللي هي savoir-être، يعني كيفاش التلميذ اللي مش يكون نهار اخر ولا طالب مش يكون نهار اخر طبيب، كيفاش يحاول يحاور المريض نتاعو، كيفاش يحاول انه يعطي مثلا المعلومه للمريض واللي هي فيها اشكاليات بعد حتى قانونيه. احنا نحاولوا من التكوين نتاعو في كليه الطب من السنه الاولى ديجا اندمجنا كل ما هو كوميونيكاسيون، كل ما هو savoir-être. نحاولوا في الملتقيات هذه العلميه البيداغوجيه انه نكونوا الاساتذه في التقنيات هذه اترافير اخصائيين اللي هما في الاختصاص نتاع العلوم البيداغوجيه. Ça ne s'arrête pas là. Hatta le fait de comment préparer un concours, et ça c'est important. Hatta le jour J, l'étudiant y redemande le concours en quelque sorte. Vous êtes là, l'enseignant les milliards fois que jusque là comment le faire réussir ce concours. هو احنا نكونوا الاساتذه صعب باش يحضروا الطلبه للكونكور اللي هو نتاع دخول الاختصاص، واللي هو فيه برشا راهو جوانب بيداغوجيه في التكوين، لكن زاد نحضروا الاساتذه، خاطر احنا الاساتذه نتاعنا في الطب يتعدى بثلاثه مراحل، خاصه اللي هو الاختصاص في الطب، والا مش يدخل مساعد استشفائي جامعي، بعد شوية أستاذ مبرز، وبعد أستاذ. ثلاثة مراحل معتها فيهم تكوين بيداغوجي اللي هو إجباري اللي يكون موجود، وفيه تقنيات الهامة اللي لازم ياخذوهم باش ينجم ينجح في الكونكور. دكتور قبل ما نختم معك à titre personnel c'est quoi d'être un enseignant en médecine de façon générale خاصة في faculté de médecine؟ اتر انسينيون اني نقولها وحنا نقولها ديما لازم يكون صع انساني، خاطر هو ديما يقولوا العلوم الطبيه والصحيه راهي صعيبه وفيها برشا اندورانس، دونك لازم يكون انساني، لازم يكون فيها تبسيط، ولازم يكون فيها التركيز على الجوانب التطبيقيه في العمل نتاع الطبيب، خاصه ناكدوا عليه ديما، خاطر في الاخر النظر ينجم يلقاه في اي طريقه، لكن التطبيقي هو اللي يقلق. احنا ناكدوا برشا على الجوانب التطبيقيه، وخاصه النوع نتاع المعلومات اللي نعطيوها للاطباء نتاعنا اللي مش يكونوا ممارسين بعد تالي، لازمها تكون بدقة، خاطر تعفو عن حياة الإنسان بين يدينا. دكتور نضال بالحسيل شيف سيرفيس طب الشرعي بالمنستير نائب عميد كلية طب المنستير، ان غران ميرسي بور الانترفيو. يعطيكم الصحة انتوما ومشكورين على الحضور متاعكم. الحياة فهم، الحياة فهم، زهرة الحياة.